برهم صالح عفو يدفع باتجاه إدانته. قبل مصطفى الكاظم استقالة محافظ النجف لؤي الياسري في الرابع من كانون الثاني الماضي. صدرت التوصية بالعفو الخاص عن ابن الياسري تاجر المخدرات يوم الخامس من كانون الثاني الماضي. مرسوم برهم صالح للعفو عن تاجر المخدرات وعصابته صدر يوم العاشر من كانون الثاني الماضي. إذا ما احتسبنا أيام العطل الرسمية فيمكننا القول بأن برهم صالح استغرق يوما واحدا فقط. برهم صالح متهم الآن بالحنث في اليمين بتوقيعه على العفو، مما يتطلب على مجلس القضاء الأعلى إصدار مذكرة قبض بحقه ومحاكمته. المخدرات تعتبر من الجرائم الدولية، وتوقيع برهم صالح حنث باليمين التي أداها بأن يحافظ على الشعب العراقي. كان من باب العدالة الأولى أن يوظف رئيس الجمهورية تلك الصلاحية الدستورية للعفو عن المظلومين، والآن يبحث الاتحاد الوطني والإطار التنسيقي عن مخرج للحرج الذي أوقعه بهما برهم صالح بعد حنثه باليمين. حظوظ صالح انتهت بالتنافس على رئاسة الجمهورية، كونه غير قادر على حماية الدستور وحفظ حقوق العراقيين.